السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية واحتراما من العاصمة أنقرة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بعد الحدث. 7 أسابيع فقط تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة في 24 من الشهر المقبل، لذا تتواصل الاستعدادات على صعيد الأحزاب من أجل الاستحقاق الانتخابي الذي سيضع تركيا على طريق العالمية، وهو ما تحدث بشأنه اليوم أيضا رئيس الجمهورية زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان أمام كتلة حزبه النيابية في مجلس الأمة التركي الكبير، شارحا إنجازات الحزب على مدى 16 عاما ومشيدا بأداء تحالف الجمهور حتى الآن، والذي يخرج خلف مرشح رئاسي واحد عكس تحالف المعارضة. الرئيس أردوغان وجه أيضا كلمات نارية ضد مجموعة من الفرنسيين يطالبون بحذف آيات من القرآن الكريم، معتبرا ذلك جهلا بكتاب كتابنا المقدس ودليلا على عداء الغرب للإسلام. ومن نفس القاعة أيضا أكد وزير الدفاع التركي نوردين جانكلي للصحفيين استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب عناصر تنظيم يابغ الإرهابية من مدينة منبج شمالي سوريا قبل أن تقوم القوات التركية بعملية عسكرية لتطهيرها منهم. الانتخابات المبكرة واستهداف الإسلام من جانب كتاب فرنسيين وعملية منبج المحتملة. محاور حلقة اليوم من برنامج بعد الحدث يفتح للنقاش الدكتور محمد العباسي مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور ياسين أقطاي كبير مستشاري رئيس الجمهورية ونائب حزب العدالة والتنمية. نتابع هذه الباقة من الأخبار ثم لنا عودة. بعد كلمته قبل ظهر اليوم الثلاثاء أمام كتلة حزبه العدالة والتنمية النيابية في مجلس الأمة التركي الكبير، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان عبر دائرة الفيديو كونفرنس 250 أثراً تاريخياً في 7 مناطق بعد الانتهاء من ترميمها، وذلك قبل أن يلتقي مفوضا الأونرواي نير قرهامبول المسؤول عن اللاجئين الفلسطينيين. من المرتقب أن يقوم رئيس الوزراء بن علي الدريم غداً الأربعاء بزيارة إلى الكويت لبحث سبل تفعيل العلاقات الثنائية وتبادل وجهات نظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. استقبل كبير المفاوضين وزير الاتحاد الأوروبي عمر تشاليك اليوم في العاصمة أنقرة نظيره الألمانية ميشيل روث، وذلك لبحث نقاط الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن مباحثات عضوية انضمامها للاتحاد. عقد حزب الشعب الجمهوري بعد ظهر اليوم اجتماع كتلة حزبه النيابية في مجلس الأمة التركي الكبير برئاسة زعيم الحزب كمال كليجدار أغلو، وذلك بعد اجتماع الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطية صباح اليوم. تنتهي غدا الأربعاء مهلة توقيع المواطنين على طلبات ترشيح المرشحين المستقلين للانتخابات الرئاسية، إذ بلغ عدد الموقعين حتى أمس الاثنين قرابة 434,000. حصلت منها زعيمة حزب إي بارتي السيدة ميرا الأكشنر على 226,000 مقابل 100,046 لزعيم حزب السعادة تم القرم لا أغلو، وبالتالي يحق لهما ترشح لحصول كل منهما على 100,000 توقيع، بينما حصل زعيم حزب الوطن دوغوبرينشيك على 60,000 وزعيم حزب العدالة وجدت أوز على 1,730 توقيعا فقط. شنت المقاتلات التركية هجوماً على معاقل تنظيم بيكاكا الإرهابي في شمالي العراق وفقاً لبيان رئاسة الأركان الصادر اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء استعداد عناصر التنظيم لشن هجوم يستهدف الأراضي التركية وفقاً للبيان.
طالب رئيس الجمهورية زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في كلمته اليوم أمام كتلة حزبه النيابية في مجلس الأمة التركي الكبير، طالب جماهير الحزب بالعمل الدؤوب خلال الأسابيع السبعة المقبلة حتى موعد الانتخابات، متمنيا على من لن تشملهم القوائم الانتخابية من المرشحين الاستمرار في أداء واجبهم تجاه الحزب. الكتل النيابية لو أصبحت قوية ستقوم حكومة رئيس الجمهورية بإجراءاتها بكل ارتياح، وتحالف الجمهور يسير حتى الآن بشكل جيد. اللهم احمنا من الحسد، وذلك عكس التحالف الذي شكله الآخرون من أحزاب غير متشابهة، لكننا نخرج كائتلاف خلف مرشح واحد لرئاسة الجمهورية عكسهم. بعد سبعة أسابيع سندخل الانتخابات، سنعمل فيها بجد رغم دخول رمضان الأسبوع المقبل، فليبارك الله لنا. في إطار مؤتمراتنا الحزبية زرت خلال خمسة أشهر 50 مدينة، وسوف أقوم بشرح برنامجنا الانتخابي في كل المدن الكبرى. دكتور، سبعة أسابيع تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان منذ قليل، وأيضا أنت كنت حاضر طبعا اجتماع الكتلة النيابية واستمعت إلى ما قاله، وواضح أن حزب العدالة والتنمية الحركة فيه دائمة ولا يتوقف عن العمل من أجل هذا الاستحقاق المهم. هل لك أن تشرح لنا خارطة طريق تحرك الحزب في الفترة المقبلة أولا، وثانيا هل ستتحركون كحزب بشكل منفرد أم ستتحركون في إطار تحالف الجمهور الذي يضم بجانبكم حزبي الحركة القومية والوحدة الكبرى؟ شكرا. طبعا هذه هي في حملة الانتخابية، أنا أتوقع وكان أشار إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، نحن حزبين مختلفين طبعا، وكلنا سنعمل حملاتنا مختلفة بمختلف إطارات، يعني كلنا سنعمل برامجنا مختلفة، لن نجتمع في أي برنامج ونعمل أي برنامج مشترك، ولكن الخطاب يبدو سيكون يشبه بعضه بعض، يعني نفس الخطاب لأن المرشح هو الواحد والرسالات ستكون واحدة. يعني الرسالة، ما هي الرسالة التي ستوضح في تلك الحملة الانتخابية؟ هي هذا الاتفاقية الجمهورية، هي اتفاق الجمهور، يعني أو تحالف الجمهور، أو تحالف الوطني في ناحية أخرى، يعني هذا يهتم بقضية البقاء، بقاء تركيا، بقاء الوطن التركي والوطن والبقاء الأمة يعني، وهذه فيما في تحديات كثير، في عدوان على تركيا من الجانب من الخارج ومن الداخل يعني، وتركيا لابد أن تكون تتمسك وتعتصم بهذه المهمات، وتركيا تكون أمة واحدة، يعني وحدة الأمة هي من مهمات، كما دائما يقول رجب طيب أردوغان له مشاعر الرابعة يعني، الشعارات الرابعة عندما يقول الأربعة، يقول دولة واحدة، أمة واحدة، وعلم واحد، ووطن واحد يعني. هذه تلك الشعارات يعني هم مشترك بين لا سيما يعني ما سبق بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية، هم يساهمان في تلك الشعارات، وهذا يعني الفرق أنا يبدو كأنها قل الفرق في مسيرة هذه الانتخابات وفي مسيرة هذا ما عشناه بعد 15 يوليو، لأن التحدي الذي هدد حزب الحركة القومية ودولة بخشلي والحزب بالذات كان نفس التحدي ونفس التهلكة الخطر على تركيا كلها يعني. لكن داخل الحزب كيف هي الحركة؟ داخل حزب العدالة والتنمية، داخل الحزب؟ نعم.
داخل الحزب الآن كما تعلم في الترشح، في مسيرة الترشح للنيابة. الحمد لله نحن مرشحنا للرئاسة الجمهورية ومنذ البداية، حتى من قبل 3 سنوات هو واضح، يعني نحن لا نشك ولا نتردد في هذا الموضوع، وهذا تعطي لنا فرصة كبيرة، تعطي لنا فرصة جيدة، ونحن مرتاحين في هذا الخصوص يعني. ولهذا الآن نركز على المرشحين للنيابة نعم. وفي هذه المسيرة كما تعلم الآن قدموا ترشحهم من ما يقال في تركيا الترشح للترشح يعني. المرشحين للترشح أو مرشحي المرشحين، مرشحين المرشحين يعني قضي قضي. والآن أكثر من 7200 أو 300 مرشحين مرشح مرشح الآن هم ملفاتهم يعني تشكل 14 لجنات في داخل الحزب الذين الآن يعني يدرسون هذه الملفات، يدرسوا ويقيموا كل المرشحين، وسيعملوا معهم مقابلات مع كلهم. مع كل المقابلين يعني 7300 الوقت يكفي مرشح وسيكفي يعني. أنا كنت في الفترة السابقة كنت في رئيس لجنة من تلك اللجنات اللجان، ويعني لو يعني لو ينسق الوقت بصراحة أو بمناسبة سيكفي هذا الوقت. وبعد التقييم اللجان الأولى سيأتي بعد الناس سيزالوا في هذه الفترة من هذه القائمة سيجعل قائمة بالنسبة ضعفين للمرشحين، على سبيل المثال لو نرشح 600 سيبقى 1200 من كل المرشحين وسيقيموا من جديد يعني سيعيدوا التقييم لهؤلاء القائمة، وبعد هذه القائمة ستقدم إلى الرئاسة في اللجنة العليا، في اللجنة العليا ستقرر وستقرر للمرشحين. طبعا هذه مسيرة للترشح، واحد 20 في ماي هو مفروضين كل الأحزاب أن يقدموا قائماتهم للترشح للجنة العليا للانتخابات. نعم دكتور ياسين، غدا هو اليوم الأخير لتقديم المرشحين للانتخابات الرئاسية ملفاتهم 100,000 توقيع ليتمكنوا من هذا الترشح. حتى الآن يبدو أن ميرال أكشنر زعيمة حزب إي بارتي وتمل قرمولا أغلو زعيم حزب السعادة نجحا حتى الآن في تحصيل هذه الأعداد من التواقيع من الشعب، التواقيع المطلوبة تكون قائمة المرشحين إلى جانب الرئيس رجب طيب أردوغان من حزب الشعب الجمهوري محارم إنجا، صلاح الدين دميرتاش القابع في السجن من حزب الشعوب الديمقراطي، إلى جانب تمل قرملا أغلو وميرال أكشنر. هنا سؤالي دكتور ياسين، ما هي مميزات وسلبيات كل واحد من هؤلاء المرشحين إلى جانب الرئيس أردوغان من حيث الخبرات السياسية والعمل السياسي؟ نعم كل المرشحين لهم طبعا لهم سلبيات ولهم لا أقول إيجابيات لأي مرشح، ولكن دعني أقول يعني محرم إنجا هو شخص جديد يعني وله له حرص في داخل الحزب، كان يريد أن يكون مرشح معارض للرئيس الحزب الشعبي كمال كليجدار أوغلو وكليجدار أوغلو هذا لا يخفى على أحد، هو لا يحبه يعني ولا يعجبه يعني إلا كان يخاف منه يعني كان يخاف منه أن يكون معارض شديد في داخل الحزب، وكما يبدو أن اتخذ هذه فرصة لتصفية يتخلص منه وهذه فرصة برغم أن محرم إنجا يعني من الممكن أن يعود فيما بعد إلى الحزب عبر حسابات أخرى لكل واحد منهما ربما طبعاً حساباته، ولكن مميزات شخصية أكشنر تمل قرملا أغلو ميرال أكشنر التي انسحبت من انشقت عن حزب الحركة القومية وهي هي متهمة بأنها هي عميلة لفتو لتنظيم جولان الإرهابي يعني لأن خطابها يشبهها كثير يعني قبل 15 يوليو كانت
كانت تعلن بعض الشعارات في الميادين، كانت تستخدم نفس الخطاب الذي استخدمه فتو في أثناء الانقلاب، فتح الليلة في أثناء ليلة الانقلاب التي وضع في TRT في هذا القناة التركي البيان الانقلابيون، قالوا يعني الصلح في السلم في العالم والسلم في الوطن. يعني هذا الخطاب كان اتخذته شعارا من عندما انشقت عن حزبها حزب الشعب حزب الحركة القومية. وما زال كل من كل المنسوبين او الاعضاء او التابعين لتنظيم فتو يعملون معها في الحزب، يعملوا معها تصديقا معك كمسؤول مواقع التواصل الاجتماعي في حزب بارتي، هو كريم لا اتذكر الان الاسم الثاني، هو كان يعمل ايضا نفس المهمه لتنظيم كولن الارهابي، وتم الالقاء والقبض عليه ثم خرج سراحا شرطيا تحت المراقبه القضائيه. نعم. يعني هذا شيء فيه أدلة كثير يعني عن ارتباط ميرال أكشنر وحزبها وتنظيم فتح الله جولان. ولهذا هذه السلبية. ولكن ما يعني الاتفاقية كانت خفية وأعلنت بعدما جاء قرار الانتخاب المبكر، يعني أعلن بأن كان في اتفاقية أعمق من ما كنا يعني نتخيل. تبخر ربما. وكان يعني شيء غير مسبوق يعني بعدما انسحب من حزب الشعب الجمهوري. الحركة القومية. لا، من حزب الشعب الجمهوري انشق 15 أعضاء وانضموا إلى حزب، يعني كان عينوا من قبل مثل ما كانت الحركة التنظيم فتح الله جولان تعين الطلاب الذين كانوا يخرجوا من بعض الجامعات الشهيرة والجامعات جيدة بجودة عالية، وكانوا يعني يعينوا في دول أفريقيا بمراتب رواتب جدا بسيطة. يعني نفس لهذا الشيء، يعني الاتباع بدون عقل بدون تساؤل، يعني يتبعوا عندما يأمرهم هو نائب في البرلمان، يأمرهم أنت انسحب من هذا الحزب، روح إلى هذا، انضم إلى هذا الحزب يعني، وهو يقبل بدون أي تساؤل. يعني هذا الطاعة بدون يعني بدون أي خيار، هذه يعني سلبيات تراها في المرشحين أكثر من إيجابيات. سلبياتها طبعا كثير، سلبياتها كثير، وكان في نحن نعتقد، وكان الإشارات الذي يعني أعلن ووضح أمامنا كان في مخطط يختلف عن هذا ما وقع. المخطط كان أن يذهب كل الأحزاب بمرشح واحد مثل طيب أردوغان، يعني طيب أردوغان يكون مرشح للاتفاقية اتفاق الوطن اتفاق الجمهور. ونفس الشيء كان يكون لهذا الاتفاق أن يكون مرشح واحد، وهذا المرشح ما كان من الموقع أن تكون ميرال أكشنر، كان كما يبدو كان يكون عبد الله جول، أو يكون شيء ما يقرر من قبل ربما بنسلفانيا، من قبل من يسكن في بنسلفانيا هو الذي كان مفروض أن يعين هذا القرار. يعني في عقلانية كبيرة، في عقلانية عالية وراء كل هذا ما يحصل. نعم، ولكن العملاء أو العملاء الذين يلعبوا في هذه الساحة ليسوا كافئين لمتابعة لهذه اللعبة، لهذا السيناريو يعني. نعم دكتور، كما أوضحت وأصبحنا جميعا نعرف هناك تحالفان انتخابيان سيتنافسان في الانتخابات النيابية، وسيكون حزب يعني تحالف الجمهور هو يتشكل من العدالة والتنمية والحركة القومية والوحدة الكبرى، تحالف الشعب كما أو الأمة كما يسمونه يتشكل من الشعب الجمهوري والسعادة والوطن وإي بارتي، أما حزب الشعوب الديمقراطي بقى وحيدا. هل بقاء حزب الشعوب الديمقراطي وحيدا سيؤثر بالسلب على شعبيته، أم قد
ترتفع الشعبية لأن بعض مؤيديه أو بعض المواطنين منذ الأصول الكردية يرون أنه ضعيفا ومظلوما ولذلك يجب أن يتم دعمه. أنت نائب سرت ومن المنطقة ذات الأغلبية الكردية، كيف تقرأ موقف حزب الشعوب الديمقراطية في هذه الانتخابات في ضوء التحالفين الكبيرين؟ يعني البقاء الحزب الشعوب الديمقراطي وحيدا هل يؤثر على شعبيته؟ يعني هذا السؤال يعني ينتمي على بعض الرسائل في هذا الموضوع في تلك المواضيع، يعني عندما يكون الشخص مظلوم او هل في رغبة، هل الرغبة اليه ترتفع او ما هو تأثير هذه الرؤية المظلومية والمغدورية؟ يعني هذه لو الشعب ليس بالضروري أن ينضم أو يؤيد أو يدافع عن المظلوم دائما، لا سيما في هذا الموضوع. يعني لا، حزب الشعوب الديمقراطية وليس مظلوم، يعني ليس مظلوم، حزب الشعوب الديمقراطية ليس مظلوم بل هو ظالم. يعني الناس بدأوا يتذكروا عن ما عمل صلاح الدين دميرتاش أثناء الكوباني، أحداث كوباني في تركيا في 6 و7 أكتوبر في 2014، أنزاق كانت كان يعني ياسينبورو، يعني حادثة ياسينبورو على سبيل المثال هي كانت من ظلم عظيم، يعني هي شبه الكربلاء، يعني الذي البلد الذي كان يوضع لحوم الضحايا يعني في عيد الأضحى، يعني كان يعني قتل بشكل جدا وحش وبشكل ظلم، يعني ظلما يعني، وما كان الوحيد الذي قتل في تلك الأيام. يعني في تلك الأيام قتل 54 شخص بتلبية لدعوة صلاح الدين دميرتاش إلى الشوارع عشان يحتجوا المظاهرات ضد ما يحدث في كوباني. وهذا الحادثة كان ظلم عظيم، وليس هذا فقط، يعني عندما قال نحن نؤيد من يحفر الخنادق في عندما أعلنوا الإدارة الذاتية باسم البكاكا والبكاكا، ولا أعلم الحروف المختلفة يعني الذي كانوا يسمى به، يعني يحملوا عليهم. يعني هذا كان يعني الناس رأوا الظلم ولهذا انسحبوا من حزب الشعوب الديمقراطي. يعني هذا لا أحد يظن الناس سيؤيدوه على كل حال. لا، الناس لا يؤيدوا الظلم أبدا. ولكن ما الآن أنا كنائب في من سعرت، وليس كان ليس بكونه نائب فقط، ولكن بكونه أنا عالم في علوم الاجتماع، يعني وأستاذ في علوم الاجتماع، يعني ما أشاهد الناس الآن يعني يتهموا يعني يعتبروا حزب الشعوب الديمقراطي وصلاح الدين دميرتاش بالذات ظالم أكثر مما هو مظلوم، يعني ويروا هم يستحقوا هذه المعاملة والسجن. يعني هذا يعني أن الحزب لن يستطيع أميرة أن يحصل على 10%، وبالتالي لن يدخل المجلس، وبالتالي الدكتور ياسين أقطاي هو واثنين من زملائه سيدخلون المجلس ولن يشارك حزب الشعوب الديمقراطية. انتقد رئيس الجمهورية زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان اليوم في معرض كلمته أمام كتلة حزبه النيابية بيان مجموعة المثقفين الفرنسيين الذين يطالبون فيه بحذف آيات من القرآن الكريم تتعلق باليهود، مؤكدا أن هذا الموقف دليل على معاداة الغرب للإسلام وللأجانب وللأتراك. قبل يوم خرجت مجموعة جاهلة في فرنسا تطالب في بيان لها بحذف آيات من القرآن. الذين كتبوا البيان لم يقرأوا القرآن يوما، هذا واضح جدا. هل قرأوا إنجيلهم يوما؟ لو قرأوه لطالبوا بمنع الإنجيل. أيها الغرب، انظر عندما تهاجمون كتابنا المقدس، اعلموا أننا لن نتعدى على كتابكم المقدس بالمثل، لأننا لسنا وضيعين مثلكم ونعلم مستوى الدناءة التي أنتم فيها.
أكد وزير الدفاع نور الدين جانكلي أن تركيا لن تتراجع عن موقفها بشأن منبيج والذي يتبلور حول ضرورة انسحاب تنظيم يابغ الإرهابية من المدينة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم على هامش مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية. وصلنا إلى نقطة بشأن خارطة الطريق في موضوع منبج، لذا المباحثات مستمرة. نحن نرجح في كل وقت الحوار وليس الصراع، ونؤمن بحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، وسنستمر في ذلك بقوة. لذا نجلس حاليا على مائدة المفاوضات متسلحين بموقفنا الذي يستند إلى حق الدفاع المشروع، ولا يوجد لدينا تردد بشأن هذا الحق، وكل شخص يقبل ذلك. دكتور ياسين أقطاي، مقال نشر في صحيفة لوباريزيان في أبريل نيسان الماضي الفرنسية طبعا، تضمن مطالبة بحذف آيات من القرآن الكريم وفقا لكاتب المقال ولمن وقع من بين 300 الذين وقعوا عليه بأن هنالك آيات هي ضد اليهود، على غرار قيادات من مسلمي فرنسا. تركيا من ناحيتها وزراء مثلا الخارجية مولود شاوشأغلو، مثلا وزير الثقافة والسياحة نعمان كورتلموش، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين عمر تشاليك، أيضا رئاسة الشؤون الدينية أمس أصدرت بيانا، اليوم الرئيس رجب طيب أردوغان يصدر أيضا بيان، هو في تصريحاته أمام كتلة حزبه النيابية ندد بذلك وكشف هذا القناع الذي تتسطر وراءه الغرب من معاداة للإسلام وللمسلمين وللأتراكي. أيضا هنا سؤالي، كيف تقيم تصريحات الرئيس أردوغان مع باقي المسؤولين الأتراك في ضوء صمت عربي مخجل؟ يعني لا أعلم أين هم الآن، هنالك آيات يطالبون بحذفها وليس هنالك تنديد من جانب العالم العربي. والله أنا لا أهتم بما من يسكت أو شيء، علينا نركز على من يعني كل الناس يعني يعملوا على شاكلتهم، يعني كل هكذا كانت الآية يعني من القرآن، يعني كل يعني يعمل على شاكلتهم. يعني نحن على شاكلتنا، نحن دائما يعني نهتم بدفاع عن الإسلام، دفاع عن القرآن، أي من يعني يهاجم الإسلام نحن إن شاء الله سنقف أمامه، يعني هذا هي من مشيئتنا وهذه من شاكلتنا. و يعني نشكر طيب أردوغان جدا على هذا الاهتمام وعلى هذه الحساسية، وبعد ذلك تعالوا نسأل لمن كتب هذه المقالة ولمن وقعه، هل أنتم جاهزين للمقارنة بين القرآن، بين خطاب القرآن وبين خطاب المسيحيون واليهود؟ يعني هل أنتم جاهزون على للمقارنة؟ من هم أكثر يعني ينتج أعداء في خطابه الديني أو في كتابه؟ يعني عندما نقرأ كان في بعض الفحوصات عن رد فعل بعض الأشخاص في الشوارع، يعني غطوا الغلاف القرآن على الإنجيل وقالوا شوفوا القرآن ماذا يكتب في القرآن، وقرأوا من الإنجيل قالوا نعم هذا هو القرآن، والقرآن هو هكذا، يعني هو ظالم، هو لا يسمح للآخرين كذا وكذا، ولكن قالوا له ولكن هذا كان من الإنجيل ما كان من القرآن، قال لا أبدا لا يكون من الإنجيل. الناس لا يعلموا لا الإنجيل ولا القرآن، يعني عندما يعلموا القرآن لابد أن يعلموا هو القرآن الوحيد الذي يتحدث عن التنوع والمعيشة سويا الأديان كلهم، يعني على تنوع الأديان والمعيشة والتسامح على الأديان كلهم. يعني يكفي أن من شروط الإيمان أن نؤمن بكافة الكتب السماوية بما فيها الإنجيل والتوراة، لكي تكون مؤمن لابد أن نؤمن بالأديان الثلاثة والأنبياء الثلاثة، ليس فقط سيدنا محمد ولكن موسى وعيسى أيضا، لا نفرق بين أحد منهم. أستاذ محمد أشكرك على هذه الإيضاحات، أشكر أيضا الأستاذ الدكتور ياسين أقطاي كبير مستشاري رئيس الجمهورية ونائب حزب العدالة والتنمية، أهلا بك معنا. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، من إليكم مشاهدين أجمل تحيات، دمتم في أمان الله.